السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجعة القسم 6-2، الحرارة والتغير في حالة المادة الحرارة الكامنة للصف 11 علمي. المسألة 2 نظري، بيقولك باستخدام مبدأي الحرارة الكامنة والطاقة الداخلية اشرح سبب صعوبة اشعال النار في خشب رطب. خشب رطب يحوي كمية من الماء. الجواب: عندما تكون الأخشاب رطبة تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة الحرارية. لماذا؟ لرفع درجة حرارة الماء ثم تبخيره. وانت بتعرف انه السعة الحرارية النوعية للماء والحرارة الكامنة للماء مرتفعة، فبيحتاج لطاقة حرارية كبيرة، والباقي من الطاقة يحرق الخشب. ثلاثة أيضا نظري، لماذا يؤدي بخار الماء عند درجة الحرارة، لاحظ بخار الماء عند درجة حرارة 100 إلى حروق أشد من التي يسببها الماء عند درجة الحرارة نفسها؟ لبخار الماء طاقة داخلية مختزنة على شكل إيش؟ حرارة كامنة. لذلك يعطي الجسم البخار، بيعطي الجسم طاقة كبيرة عند الدرجة 100 حتى يصير ماء في الدرجة 100، ثم يبدأ الماء في الانخفاض في درجة الحرارة. أما الماء الذي درجة حرارته 100 فتنخفض درجة حرارته مع انتقال الطاقة الحرارية للجسم. ممكن خلصنا لهذا السؤالين النظريين.